الله الرحمن الرحيم. نداء إلى محافظ المثنى وإلى رئيس مجلس المحافظة وأعضاء مجلس المحافظة، نطالب الحكومة التنفيذية والتشريعية بالإسراع بإجراءات افتتاح توسعة مستشفى الوركان اللي هو 85 سرير بعد ما كان هنالك إهمال. هذه التوسعة ما يقارب سنة كاملة تم تسليمها إلى دائرة الصحة، ولحد الآن لا توجد إجراءات وجدية واضحة لدى دائرة الصحة من أجل افتتاح هذه التوسعة. قضاء الوركان اليوم هو قضاء بالنسبة لمحافظة المثنى يعتبر الجوكر للمحافظات الجنوبية والمحافظات الوسطى، كونه يقع في مكان استراتيجي. افتتاح المستشفى الوركان سوف يقلل من كاهل المواطنين في الأقضية والنواحي القريبة على قضاء الوركان من المناطق النائية الفقيرة المحرومة اللي ما تستطيع ما عدا كروة توصل لمحافظة المثنى. كذلك افتتاح توسعة مستشفى الوركان راح يقلل من الزخم على مستشفى الحسين اللي هو من 1980 مستشفى خارج عن نطاق الخدمة اللي هو أكس باير بالنسبة للنظام الصحي العالمي. لذلك اليوم امتحان للسيد المحافظ، رئيس مجلس المحافظة، أعضاء مجلس المحافظة. هذا هو الامتحان الحقيقي، الوقوف مع أبناء المحافظة، الوقوف مع المظلومين إذا كانت لديهم الرغبة الحقيقية بالتقرب ومصالحة الجمهور، عليهم تقديم الخدمات للمواطنين. هذا نداء إلى محافظ المثنى وإلى أعضاء مجلس المحافظة ورئيس المجلس المحافظة. هذا أول نداء لهم، وسوف تكون تجربة لمراقبة عمله. الذي لديه القدرة ويريد أن يعمل بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية أن يأتي للمشاريع المتلكئة والمشاريع الجاهزة وغير مفتتحة. وشكرا جزيلا.